كشف المجمع التكراري والإحصاء لنتيجة الثانوية العامة 2024 عن ارتفاع نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة بنتيجة هذا العام لتسجل 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8%، وهو ما يشير إلى وجود توقعات في ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق مرحلة الأول بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات. بالنظر في الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى عام 2023، نجد أنه سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة، فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر. وبالمقارنة مع نتيجة الثانوية العامة 2024، يتكشف لنا توقعات الحد الأدنى للتنسيق لترتفع هذا العام بنسبة تتراوح من 1% ل2% في كل الشعب العلمية والهندسية والأدبية، وبالتالي يتراوح فإن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم النائق ما بين 89% وحتى 91%، والشعبة الهندسية يتراوح بين 84% وحتى 86%، والحد الأدنى لشعبة الأدبية ما بين 71% وحتى 73%.